باشمهندس عمر، أولا أنا بشكر حضرتك على الاستضافة يعني، واللي ادتني الفرصة إن أنا أعمل محاضرة زي دي النهاردة، ويعني يعني أخجلتم تواضعنا يعني، مش بالدرجات دي يعني. يعني الحمد لله ربنا وفقنا طوال السنين اللي فاتت دي، بس طبعا كله بتوفيق ربنا أولا وأخيرا. طيب نبدأ على طول عشان الوقت وما نضيعش وقت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة بدأت في العالم يمكن فترة طويلة، اسمها Workshop Based Learning، وحقيقة هتكلم على التجربة الشخصية يعني، وهنجيب examples بعض الworkshops اللي سواء كنت فيها أنا مدرب أو حتى كنت بتعلم. طبعا مهما يكون احنا دايما بنتعلم حتى لو وصلنا لحد فين. فعرفني يعني، عرفني يعني كتير زيادة عن اللزوم يعني باشمهندس عمر. فإيه هنتكلم ايه النهاردة، على ايه النهاردة؟ أول حاجة هندي زي ايه، زي مقارنة سريعة كده بين الوركشوبس يعني الوركشوبس والكورسز العادية، ايه الفرق ما بينهم، ايه الادفانتجز بتاعت الوركشوبس، ايه المميزات والمزايا بتاعت الوركشوبس، ايه طبعا بعدين هجيب بعض الاكزامبلز من تجربتي الشخصية سواء كانت في العالم او في مصر يعني. تمام، طيب نبدا على طول. ايه الفرق بين الوركشوبس والريجولار كورس؟ تمام، لو عملنا مثلا مقارنه سريعه كده وقلنا خلينا الكورسز على الشمال والوركشوبس على اليمين وقارناهم وقارناهم في 5 حاجات. ليه انا باخد كورس او وركشوب، وازاي باخد الكورس او الوركشوب، وايه اللي بتعلمه في الكورس او الورك شوب، والوقت قد ايه اللي انا بحتاجه عشان اتعلم الكورس او الورك شوب، وفي الاخر انا ايه بستفيد من ايه او بطلع بايه في النهايه. تمام، تعال ناخدهم كده واحده واحده. ليه انا باخد كورس او ورك شوب؟ اوكي، وايه الفرق ما بين الاثنين؟ ده الاهم، ان احنا نعرف الفرق ما بين الاثنين. اول حاجه انا ببقى عايز احتاج يعني، لو اعطينا مثال مثلا، لو انا باخد عايز اخد كورس بارامتريك ديزاين، اوكي، فعندي حل من اتنين، يا كورس يا ورك شوب. الكورس هيعلمني ايه؟ هيعلمني سبجكت، موضوع معين بتعلمه، يعني مثلا بتعلم 3 دي موديلنج مثلا باستخدام الراينو او بالجراس هوبر، اوكي، بتعلم سوفت وير مثلا على سبيل المثال. لكن الورك شوب الموضوع مختلف، الورك شوب بيبقى عندي تارجت انا جاي احققه، مش سوفت وير بتعلمه او كورس بتعلمه، اوكي. وهنفهم ده كتير بعدين. يعني في فرق ما بين ان انت تاخد كورس او تتعلم سوفت وير او تتعلم موضوع معين، وفي فرق ما بين ان انت جاي في الورك شوب عشان تحقق هدف معين، يبقى عندك تارجت معين عايز تحققه، عايز تتعلم يعني ايه برمجة ديزاين مثلا، عايز تتعلم يعني ايه ديجيتال فابريكيشن، عايز تتعلم يعني ايه الاساليب الحديثه في التصميم وهكذا. فبيبقى هنا في تارجت وهنا في سبجكت، اوكي. عشان كده دايما اللي بيدي الكورس بنسميه احنا توتر او تيتشر، معلم، تمام، او مدرب اللي هو بيدربك او بيعلمك السبجكت. لكن اللي بيدرب او بيعلم في الوركشوب بنسميه انستراكتور، لانه بيعمل حاجات تانية، مش بس بيعلم تول او بيعلم سوفت وير، ده بيعلم حاجات تانية، اوكي، هنعرفها بعدين. عشان كده ايه اللي احنا بنتعلمه في الكورس هو المين توتوريال، يعني الشيء اللي انا جاي اتعلمه، السبجكت اللي انا جاي اتعلمه بناخده على اساس او على بشكل ايه توتوريالز، ساعات معينه وسيشنز معينه لحد ما نخلص الكورس، اوكي. لكن ايه بقى اللي بنتعلمه في الورك شوب؟ حاجات كتير جدا، بنتعلم كمان نفس الشيء، يعني بنتعلم نفس التوتوريال اللي جاي عشان استخدمه او اتعلمه، بس جنبه بنتعلم حاجات تانية كتير كتير. بنتعلم نعمل ريسيرش في قلب الورك شوب، داخل الورك شوب بنتعلم نعمل سيلف ليرنينج، لان بينطلب الانستراكتورز مش بس بيعلم التوتوريال، ده بيخليك تتعلم تعمل ريسيرش لانك لازم تحقق التارجت معين، بيخليك بيدي لك تاسك انت بتعملها لوحدك، عشان كده بيبقى فيها سيلف ليرنينج. دايما دايما لما في اي ورك شوب دايما بتلاقينا بنشتغل جروب وورك وبنقسم الشغل جروب وورك، فبالتالي واحنا عايزين نحقق الهدف اللي احنا جايين عشانه بنلاقي بروبلمز وبنتعلم بروبلم سولفنج، ازاي بقى ابتدي انا الاقي البروبلم دي وبالتجربه والخطا ابتدي ايه اعالجها او اشوف ايه الحل وهكذا. كمان بنتعلم جوه الورك شوب تايم مانجمنت، لان انا عندي تارجت
عايز احققه في هدف في وقت معين، اوكي، فعملت فتعلمت سكيلز معينه وعملت ريسيرش وعملت وحصل فيه سيلف ليرنينج وحليت المشاكل اللي فيه واشتغلت في جروب ورك، ولازم انظم الوقت ده عشان اوصل لايه، اوصل للهدف اللي انا عايز احققه، اوكي. وكمان بنتعلم كومبلمنتري تولز، يعني انا عندي مين تول، وليكن احنا جايين نتعلم باراميتريك ديزاين، ففي مين تول احنا بنستخدمه بس عشان احقق الهدف، اوكي، عشان احقق الهدف ده بتعلم تولز تانيين او سكيلز تانية كومبلمنتري مع الهدف الرئيسي، تمام، اوكي. اخر حاجة خالص الوقت بقى. دايما الكورسز هي مثلا زي ما قلت لكم، ندي اكزامبل، في حد عايز يتعلم مثلا باراميتر ديزاين، فمثلا بيقول ان البيزك مثلا 24 ساعه، بس ال 24 ساعه دي بتتاخد على سيشنز، وبتتاخد على سيشنز، تمام، وبتتاخد كمان على اسابيع لو احنا عايزين مثلا على اسابيع، اوكي. وبعدين بنوصل في النهايه ان احنا بنوصل ايه، بنعمل تايم يعني لونج تايم عشان اقدر اوصل لايه، اخلص الكورس، اوكي. يعني ممكن اوصل مثلا عشان اتعلم 24 ساعه بيزك جراسوبر او بيزك راينو او بيزك اي سوفت وير او تول، ممكن اقعد مثلا حوالي 6 اسابيع، مثلا مرتين في الاسبوع، كل مره 4 ساعات، فبحتاج انا 6 اسابيع. ولكن الحقيقه العكس صحيح في الورك شوب. الورك شوب دايما بيكون نفس عدد الساعات، ولكن بيبقى very intensive وبيخلص في وقت قصير جدا. يعني ممكن ال 24 ساعة دي تخلص في 3 أيام. يعني مرة حضرنا workshop كان 24 ساعة 8 ساعات كل يوم، خلص في 8 أيام. 8 أيام قصدي 3 أيام، 3 أيام هنا تعلمنا كل ده، في حين إن هنا 6 أسابيع تعلمنا بس one main subject، تمام. وهديكم بقى كام example دلوقتي مع بعض. أول example هنشرحه. طيب في النهاية بقى بيحصل إيه في الآخر خالص؟ أنت بتكون متعلم في الكورس، بتتعلم السبجكت، بس في الآخر أنت خالص بتطلع من الوركشوب متعلم كل اللي فات، تمام؟ وكأن اختصارا سريع، الوركشوبس بيبقى كأنه integration of إيه؟ of skills, innovations, experiments, production. بيبقى في skills كتير أنت بتتعلمها، في innovations بتتعلمه اثناء واحنا شغالين في جروب ورك وعايزين نطلع الفاينل برودكت وهكذا، في اكسبيرمنت كتير بتتعلمها عن طريق التراي والايرور وتحاول تصلح الايرور وهكذا، ولازم يطلع في برودكشن في الاخر. عشان يطلع برودكشن بيبقى في تيم ورك، بيبقى في تايم مانجمنت. وهنبدا بقى بالاكزامبلز. اول اكزامبلز هنبدا بيها كانت في 2014، كان ورك شوب ما بين القاهره وبرشلونه، كان في اسمه اوبتيما. اوبتيما ده كان في مرحلتين، 5 ايام في القاهره و5 ايام في برشلونه. 5 ايام في القاهره ده احنا المفروض كانت مرحله الديزاين، وال5 ايام بتاعت برشلونه مرحله الفابريكيشن. يعني بعد ما بنوصل للديزاين في 5 ايام في القاهره، بنسافر بقى لبرشلونه، او التيم يعني اللي هينوط بموضوع الفابريكيشن هيسافر على برشلونه ويعمل بقى فابريكيشن سكيل 1 لـ1. كان معانا في التيم في الفتره دي ألدو سولاتزو من إياك في برشلونة، وكمان شيراك رانجوليا، هو هندي بس في برشلونة في إياك كمان وفي نيومينا. وكان معانا كمان علي مجدي. علي مجدي طبعا انتوا دلوقتي هو نجم يعني معروف جدا، علي مجدي. كان كمان معانا باشمهندس أحمد حسب، وكمان دلوقتي ما شاء الله باشمهندس أحمد حسب برضه نجم يعني في البارامتريك ديزاين والديجيتال فابريكيشن. كان معانا مصطفى مجدي. مصطفى مجدي كمان شاطر جدا في الديزاين، ودلوقتي بيشتغل في شركات، يعني اشترى كتير شركات. كان معانا كمان عبد الرحمن. عبد الرحمن هو متخصص فيجواليزيشن، كان التاسك عنده في الورك شوب دي ان هو ازاي يعلم الطلبه اللي جايين يحضروا الورك شوب يعملوا بوست برودكشن ويعملوا اظهار للمشاريع بتاعتهم وهكذا. تمام. زي ما قلت كان في مرحلتين، في مرحله في القاهره ومرحلة في برشلونة. مرحلة القاهرة بنفس الطريقة بدأنا، أغلب اللي كانوا مشتركين كانوا بيجوا ميكس ما بين ليفلز مختلفة في البارامتر ديزاين. فطبعا بس احنا دايما بنبدأ من الزيرو ليفل، بياخدوا في الأول سكيلز،
ومن ضمن السكيلز مش بس بارامتر ديزاين، مش بس السوفت ويرز، كمان ديفرنت سوفت ويرز مكملين زي البوست برودكشن والفوتوشوب والموديلنج. يعني هنا باشمهندس احمد حسب وهو بيصلح مشكله كانت في الموديلنج مع حد من الجروبس. اوكي، وبعدين قسمناهم جروبس، الطلبه اللي جت قسمناهم جروبس، يعني جت مرحله الجروب وور. كل جروب من دول تم اسمه اطلق على نفسه اسم معين، وبدانا المشروع. قسمت جروبس دي كانت في القاهره في الجوريزم في الدقي، كان ايام ما كان عندنا المكتب في الدقي. تمام، وبداوا بقى ايه يطلعوا من مرحله الجروب، وبداوا يطلعوا افكار، وبداوا يحولوا الافكار بتاعتهم لديجيتال فابريكيشن على سكيل صغير، وبداوا يلاقوا تراي وايرور في التجميع، وبداوا يحلوا الايرورز لحد ما وصلوا، ده جروب منهم يعني مش كل الجروبس، لحد ما وصلوا للفاينل برودكت. وكمان بداوا يعملوا له بوست برودكشن، كل ده في 5 ايام. كل يوم تقريبا كنا بنقعد 6 ساعات او 5 ساعات، 5 ل 25 ساعة تقريبا او 24 ساعة، غير البريك يعني كده. فبعد ما وصلوا ال5 ايام، كل جروب من دول بدأ بعد ما اتعلم كل السكيلز، بدأ يعمل فابريكيشن، بدأ يعمل مودلز، بدأ يعمل بوست برودكشن. مع ان كانوا بيكونوا جايين ديفرنت ليفلز، مش كلهم اكسبرت، فبنبدأ معاهم من الزيرو. وازاي بقى بيتفاعلوا مع بعض از جروب وورك، دي ديفرنت، ده جروب، ده وان برودكت من احد الجروبس، ده جروب، ده وان برودكت تاني من جروب تاني من نفس الوركشوب اللي هي كانت في القاهره، ده واحد ثالث كمان. وبعدين جت فتره الجوري بقى، لان احنا كنا حابين نختار برودكت منهم واحد بس هو اللي يتنفذ في برشلونه بسكيل كبير. فبدات في جوري، والجوري ده كمان بداوا يتعلموا كمان فيدباك، يعني بياخدوا مش بس تولز، مش بس سكيلز، مش بس بيتعاملوا مع بعض في جروب وورك وبينظموا الوقت، ومش بس يبقى عندهم تارجت لازم يطلعوه. ولما بدأوا في مرحلة الفابريكيشن سكيل صغير لقوا مشاكل فحلوها، كل ده بيزيد من اللي بنسميه احنا الليرنينج كاباسيتي بتاعتهم، اكتر من هم يكونوا قاعدين واخدين كورس ساعتين 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 كل اسبوع او مرتين في الاسبوع من غير فاينل برودكت. تمام، كمان الجوري الاخير بيديهم فيدباك، يقول لهم بقى ايه الاخطاء، ايه احسن يكون ازاي، ايه البارامترز اللي كانت مظبوطه، ايه اللي لا. فالفيدباك كمان بيخلي فيهم بقى بعد ثالث ان هم يطوروا من نفسهم كمان. طلعوا من ال5 ايام الاولانيه اللي هو المرحله الاولى من الوركشوب، طلعوا بالفاينل برودكت، واخترنا البرودكت اللي هيتنفذ، اختارنا الجروب ده هو اللي هيتنفذ بسكيل كبير في برشلونه. فتحول الموديل ده بالسوفت وير اللي اتعمل بيه اللي هو الراينو جراس هوبر، تحول بقى ايه لبرودكت واحد لواحد في برشلونه. طيب لما راحوا برشلونه كمان 5 ايام، 5 ايام عمل، بداوا في مرحله الفابريكيشن، فبداوا يتعلموا سكيلز ثانيه غير السكيلز اللي اتعلموها في القاهره. بداوا يتعلموا ازاي بقى يجهزوا الملف ان هو للفابريكيشن فيز، بداوا يتعاملوا مع الماشينز، بداوا يتعلموا سوفت ويرز ازاي يودوا الفايز للماشينز، وبدأوا يتعاملوا كمان مع الماتيريال تقلها والخصائص بتاعتها وازاي ينقلوها. اوكي، كل ده اكسبيرينس بيتاخد في وان وركشوب. اوكي، بدأوا كمان يتعلموا التركيب وازاي يجمعوا الاجزاء مع بعض، وازاي يصمموا الجوينتس كمان، ازاي يحطوا جزء مع جزء ويرقموا الاجزاء، وازاي يعملوا الجوينتس من غير ما يستخدموا ولا مسمار او حاجه، كله خشب. لحد ما وصل جمعوه في اخر يوم، طبعا عملوا اوفر نايت يعني في اليوم ده عشان يطلعوا بالفاينل برودكت. اوكي، ده كان اول اكزامبل. ثاني اكزامبل كان 2016 في سيدني، كان في كونفرنس ده اسمه روب ارك او روبوتك ان اركيتكتشر. الكونفرنس ده بيحصل كل سنتين في العالم، بيروح مدينه معينه. كان 2016 ساعتها كان في سيدني، وكان كمان زي ما قلت لكم كان في وركشوب 3 ايام بالظبط، او يعني بالظبط يومين ونص، مش 3 ايام يعني. النص الاولاني كان حضور وتسجيل وما اعرفش ايه، وبعد كده اليومين التانيين كاملين، يعني تقريبا يومين ونص، كل يوم بنقعد حوالي 6 ساعات. تمام، الهدف من ده ان طبعا اتقسمت برضو جروبس، وكان الهدف ان احنا نعمل برودكت سكيل كبير باستخدام الروبوتك فابريكيشن. اوكي تمام، فده كان الفاينل برودكت على الشمال، وده كان واحنا لسه شغالين عليه في الديزايننج. اوكي، اتعلمنا ايه؟ اولا السوفت وير اللي اتعلمنا بيه كان سوفت وير جديد ساعتها،
اللي هو داينامو. داينامو بيشتغل على الريفت، بيشتغل بارامتريك ديزاين على الريفت. تمام، كل اللي كانوا موجودين على فكرة ما كانش عندهم خالص اي باك جراوند يعني، الا قليلا يعني، وقليل ما كانوش توتالي ادفانسد. فنفس الحكايه، نص اليوم الاولاني ده بداوا يتعلموا التولز، وبداوا ينطلب بقى سيلف ليرنينج عشان يقووا نفسهم اكتر في التولز. تمام، وبعدين بدات مرحله الديزاين، وبعد كده الفابريكيشن لحد والتركيب لحد ما وصلنا للفاينل. صعوبه التشالنج اللي كان في الورك شوب ده، لو احنا ستراكشر وايز، لو احنا عندنا ميمبرين، بس الميمبرين كل الميمبرز بتاعته متساويه زي بعض، فالجوينتس نفسها مش هيكون فيها مشكله. لكن لو انا عندي الستراكشر اللي هنعمله في الاخر، كل جوينتس مختلف عن الثانيه، كل ميمبر طوله مختلف، فهنضطر بقى ايه نصمم الجوينتس دي عشان نقدر الميمبر المظبوط يدخل في المكان المظبوط، والبوزيشن بتاع الفتحه اللي بيدخل فيها الميمبر يدخل في زاويه مظبوطه. فكان عندك تشالنج ان انت تصمم الفتحات اللي موجوده في الجوينتس عشان تستقبل الممبرز، وبعدين زاوية دخول الممبرز كمان مختلفة، كل واحدة فيهم مختلفة عن الثانية. حلو، عشان كده بدأوا كمان مش بس يتعلم ازاي يعمل كرييشن للموديل جوه السوفت وير، بدأوا يتعلموا ازاي يقدروا يصمموا الجوينتس دي باستخدام الروبوت ار. اوكي، ودي صراحة من أول مرة كنت أتعامل مع روبوت آر. كان أنا كان عندي شوية معلومات عن الكوكا، بس أول مرة كنت أتعامل مع الاي بي بي ده ديفرنت روبوت آر، وأول مرة كنت أتعامل إزاي من الريفت بالداينامو بيلت أعمل إكسبورت لكود يقدر يفهمه الاي بي بي. تمام، وبعدين بدأنا بقى في مرحلة التجميع، واثناء مرحله التجميع طبعا كل ممبر من دي طبعا ليه مقاس معين، وكل جوينتس من دي بتستقبل ممبر بزوايا مختلفه. وبدانا نرفع الارش ده واحده واحده لحد ما وصل للفاينل. ونشوف الفيديو ده مع بعض كمان، هيشرح اكتر الورك شوب ومراحله كانت عامله ازاي. اول مرحله طبعا كانت الديزاين، ازاي انت بقى بتعمل ديزاين، كل جروب طبعا كان بيعمل ديزاين مختلف، بنجمع الأفكار وبعد كده بنتراكت مع بعض as a group work. وده كمان من مميزات إن إحنا نتعلم من workshop، إن في interaction دايما مع الجروب member، وفي توزيع للأدوار، إزاي أنت بتوزع الأدوار. بعدين بدأنا التصميم، واخترنا المشروع ده، بدأنا نعمل له structure optimization، إن إحنا نشوفه هيبقى stable والjoints هتتحمل ولا لأ، والmembers قد إيه. وبدأنا نفرد الmembers بحيث إن كل member ليه رقم مختلف عن التاني. بدأنا نتعلم روبوتك كنترول، وبعدين روبوتك فابريكيشن. بدأنا نودي الكود للروبوت عشان يبدأ يفتح الفتحات اللي بتستقبل الممبرز في الجوينتس. اوكي، وكل ممبر من دول زي ما قلنا ليه طول مختلف، وليه زاوية دخول في الجوينتس مختلفة. وطبعا واحنا بننفذ الارك ده، واحنا بننفذه طلع طبعا في ايرورز كتير، وبدانا نصلح الايرورز. فكل ده، كل مرحله من دي بيبقى ليها جينينج نوليدج مختلفه عن المرحله اللي قبلها. فبتحصل في النهايه على مجموعه من المعلومات ومجموعه من الخبرات وانتر اكشن مع جروب وورك وتراي وايرور واكسبيرمنت. كل ده بيثري التعليم عن طريق الورك شوب بيزد ليرنينج اكتر من هو كورس بيزد ليرنينج. تمام، ده بعد ما خلص في الاخر طبعا، وانا بصور البتاع ده خبطت يعني. ده بعد ما خلص تماما في نهايه ثالث يوم، كمان عملنا اوفر نايت عشان نقدر نخلص. اوكي، ثالث اكزامبل عندنا في جامعه بيروت عرب يونيفرسيتي، تم افتتاح الديجيتال فابريكيشن لاب 2017. ومن ساعتها 2017 18 19 20 طبعا ما قدرناش نعمل حاجه عشان خاطر الكورونا. كل سنه في السمر، اول سنه عملنا تو ورك شوبس، بس بعدين كل سنه في السمر بنبدا نعمل كمان ورك شوب. عشان ضيق الوقت انا مش هقول كل الورك شوبس الموجودين، بس انا هشرح اتنين بس. في حاجه اسمها سي او اف كونستراكتنج اوف فيوتشر، وفي حاجه اسمها سمر سكول اتعملت عندنا في الدبي. عشان احنا الحمد لله عندنا الروبوت ارم الكبير الكوكا،
فبنقدر عن طريقه نقدر نعمل سكيل لحاجات كبيرة يعني. اللي بيشتغل جراس هوبر او بيقدر عن طريق بلاجن معين اسمه كوكا بي ار سي، لو هو بيقدر يأكسبورت الكود اللي بيقدر من خلاله الروبوت يقدر يعمل فابريكيشن للمشروع. زي ما قلت لكم مش هنقول كل حاجة يعني، مش هنقول كل المشاريع، بس انا هضوي على مشروعين او مش مشروعين، اتنين ورك شوب. كل ورك شوب كان بيطلع برودكت مختلف. ده كان اول واحد سمر سكول، كان سكيل واحد لواحد، كان الهدف منه ان احنا نعمل شيل. طبعا كان في اتنين جروب، اوكي كل جروب عمل شيل مختلفة، بس كمان بنفس الطريقة. واحد بنتعلم سوفت ويرز، كل الموجودين بيتعلموا سوفت ويرز من البداية. اتنين بيتعلموا التعامل مع الماشين، واحنا عملنا الشيل دي بالسي ان سي ماشين. بعدين بيتعلم الماتيريال والتعامل مع الماتيريال وازاي العلاقات ما بينها في الجوينتس، وبعدين التركيب لحد ما بيوصل للفاينل برودكت. ده كان كمان 5 ايام، وفي يوم طبعا سهرنا فيه عشان نقدر نخلص يعني. 5 ايام مش كاملين طبعا، بنقعد مثلا من 9 لـ5، 9 الصبح لـ5 وهكذا يعني، بنقعد حوالي 7 أو 8 ساعات في اليوم. اوكي ده كان البرودكت الثاني بنفس الورك شوب بجروب تاني خالص. الجروب ده عمل شيل، الجروب التاني عمل شيل بس بطريقة مختلفة، وحط ليد لايت وبارابولا وهكذا، والجوينتس دي اتصممت باستخدام الروبوت، لكن المشروع ده اتصمم كله او اتنفذ كله باستخدام السي ان سي ماشين. اوكي ده كان الفاينل برودكت. ده بقى ورك شوب تاني اللي هو سي او اف، برضه وان برودكت، كان الهدف منه ان احنا نعمل فينس كمان بنفس الطريقه، تعلموا على السوفت ويرز وتعلموا ازاي يتعاملوا مع الماشينز والاكسبيرمنت بقى وازاي ننفذ لحد النهايه. ده احنا شغالين على الماشين، الايرورز اللي بدات تطلع وبدانا نحل الايرورز واحنا في مرحله التركيب، وبعدين مع الفاينل برودكت اللي طلع في النهايه. وهسيبكم كمان مع الفيديو ده نشوف مجموع التو ورك شوبس مع بعض. ده اللي هو Constructing of Future، ده جوه الـ Digital Fabrication Lab بتاعنا في جامعة بيروت العربية. تمام، المرحلة الأولانية طبعا البارامتريك ديزاين، كل المشاركين طبعا كان متقسم جروبس، وبعدين تم توزيع الانستراكتورز على فور ايتش جروب. كل جروب كان مسؤول عليه انستراكتور واحد، انا كنت مسؤول على الجروب ده. فتعلموا السوفت ويرز وتعلموا يعملوا ديزاين، وبعدين حولوا الديزاين لكود بدأ يروح على السي ان سي ماشين. بعد كده بدأوا يتعلموا ازاي بقى نعمل عزل للخشب، وازاي بقى نصمم الجوينتس، ازاي بقى يركبوا الجوينتس مع بعض. تمام، وتعلموا وده كان الفاينل برودكت. ده كان جروب تاني، انا بس هسرعه شويه عشان بس الوقت. ده كان جروب تالت كان بيشتغل مولدنج، كان النيجاتيف مولد بيتعمل بالفوم باستخدام روبوت ارم، وبعدين بيبتدي يتصب في خلطه كده فيها سيمنت وفايبر جلاس والكلام ده كله عشان يبتدي يعمل الطوب ده او القوالب دي. كل قالب من ده او كل فورم من ده ملهو مش شكل التاني، مش شبه التاني، بس لما بييجوا يجتمعوا مع بعض بيعملوا لنا الفورم النهائي. ده واحد مثلا منهم كان كيرفي، وده واحد تاني خالص. كل فورم، كل قالب من دول مختلف عن التاني، الزوايا بتاعته مختلفه، بس لما بيجتمع مع بعض بيدي الفاينل فورم. ده كمان كان برودكت تاني لأحد الجروبس، ودخلوا فيه الليد لايت، وبرده كان مشوا بنفس الطريقة، اتعلموا يشتغلوا على السوفت ويرز وبعدين حولوا الكود. ده برده ده من ضمن الجروب تاني اللي هو البافيليون اللي معمول بالممبرين. اوكي نفس الحكاية، الكورس الأول اتعلموا فيه سوفت ويرز، بعدين ازاي يتعاملوا مع الماشينز، بعدين بدأوا يعملوا اكسبيرمنت على سكيل صغير، موديل صغيرة، وبعد كده اختاروا موديل فيهم بدأوا يعملوه على سكيل كبير. كان في اتنين جروب، جروب اشتغل الشيل الوافلينج شيل، والجروب التاني اللي عمل الفولدد ممبرين. اوكي حتى كمان ساعات بيشتغلوا بمانيوال تولز عشان يقدروا يقفلوا المشروع اللي في الاخر الفاينل برودكت. كمان بيتعاملوا مع ميكستشرز وماتيريالز، يعني بياخدوا اكتر من بنسميها احنا اكتر من فاكتور او اكتر من بارامتر اوف نوليدج، يعني تعليم من اكتر من سكيل، مش واحد بس. فبيقدر ياخد تكنولوجي كتير انتنسيف في وقت قليل،
بتعلم حاجات كتير جدا جدا مع بعض. هنا أثناء مرحلة التركيب التو برودكت التو بروجكت مختلفين، ده أول واحد فيهم بعد ما خلص، وده التاني بعد ما خلص كمان. تمام. اكزامبل قبل الأخير، الجوريثم دي المؤسسة اللي أنا بدأتها في 2013، وكان عندها كتير اكتيفيتيز وورك شوبس وتريننج في روما وفي مصر ودلوقتي في بيروت وكمان في برشلونة وفي إيطاليا. طبعا عشان مش هقدر أقول كله طبعا، ولكن أنا هضوي أو هايلايت على الورك شوبس اللي كانت بتتعمل في روما وكمان مصر. تمام، هبدأ بالورك شوبس اللي كانت بتتعمل في روما. حقيقة روم سمر سكول دي بدأت 2015، وبقى كل سمر كل صيف بنطلع روما بنعمل بنكرر نفس الورك شوب، بس كل مرة بيكون لها ثيم مختلف عن الثيم اللي قبلها، فاينل برودكت مختلف عن البرودكت اللي قبلها وهكذا. تمام، طبعا انا مش هقدر اقول كل السنين، لكن يمكن هركز اكتر على 2015 و2017 في روم سمر سكول. اوكي، ده كان ثيم من ضمن الثيمز. كنا عايزين نعمل سيك مع مكتبة. اوكي، بس انا مش هركز على ده على الثيم ده لان اوريدي اتكرر كتير. انا هركز على اتنين ثيم جداد اتعملوا في 2015 و17، وبعدين اتعملوا في 2020 في القاهرة واسكندرية. ان احنا بدأنا نشتغل ريسبونسيف ديزاين كايناتيك سيستم، ان احنا بنعلم الطلبة ساعتها اللي بيجوا او المشاركين ان بس مش بس بيعملوا فاينل برودكت فيكس ستاتيك، بيعملوا فاينل برودكت دايناميك او ريسبونسيف. زي مثلا الريسبونسيف فاسادز اللي بتتعمل في مباني اللي هي ريليتد بتكون مرتبطه بحركه الشمس او حركه الهواء، فبتقفل مثلا وبتفتح ريليتد لحركه الهواء وحركه الشمس وهكذا. تمام، قبل ما اتكلم عنهم احب بس ايه اقول الـ 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 طبعا خلال السنين دي كلها احنا بنينا انستراكتورز بيساعدوا في موضوع الورك شوبس دي. هقولهم بسرعه: ارتورو تيديسكي كل سمر سكول كان بيبقى معانا، وهو مشهور جدا في البارامتر ديزاين والديجيتال موديلنج. علي مجدي طبعا ما شاء الله عليه، يعني انتوا عارفينه، اغلب الناس عارفاه اصلا فقط في مصر خلاص، وبيعمل ما زال بيعمل ورك شوبس في البارامتر ديزاين والديجيتال فابريكيشن وهكذا. ماوريتسيو هذا ايطالي برضو، مشهور جدا في ايطاليا في البارامتريك ديزاين. محمد رفيق دلوقتي ان شاء الله دكتور، هو ام اس اي وكمان شاطر جدا 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 في البارامتريك ديزاين ديجيتال فابريكيشن. مصطفى صادق بور وكريس ماكاي الاثنين مع بعض هم الكرييتورز بتوع البلوجن اللي هو ليدي باج والهاني بي، هم اللي اخترعوه. ويمكن كانت منى رزق كانت عملت محاضرة عن المباني المتنفسة يمكن من كام أسبوع عن نفس التول اللي هي بتشتغل بيه. وطبعا بالتبعية منى رزق كمان كانت معانا في سنة من السنين، سنتين صراحة، من روم سامر سكول، وكانت تشتغل environmental optimization باستخدام الجراس هوبر والليدي باج والهاني بي. والدكتورة فاطمة دلوقتي هي دكتورة فاطمة كانت assistant معانا في بيروت عرب يونيفرسيتي، وكمان طلعت معانا سنة كانت instructor. مصطفى مجدي كمان من الناس المهندسين المشهورين، هو بدأ من أول الناس اللي كانوا معانا في ألجوريزم في 2013 لحد ما جيت على لبنان 2015. تمام، وانضم لينا السنة اللي فاتت 2019 روبرتو، هو كمان إيطالي وكمان مشهور جدا في الديجيتال فابريكيشن. مهم، أنا عشان ما نضيعش وقت هعرض لكم على طول الفيديو 2015 وبعد كده 2017. هما الاثنين بقى دخلنا فيه زيادة شوية، مش بس بنطلع برودكت فيكسد، لا احنا كمان بنطلع برودكت دايناميك اللي احنا بنسميه كايناتيك ديزاين او ريسبونسيف ديزاين. بنفس الطريقة كمان كل اللي بيجوا بيكون عندهم بيزك نوليدج، بيتعلموا السوفت ويرز، بعدين بيبدأ دلوقتي ما بيخلوش الموديل اللي بيشتغلوا عليه موديل زي ما قلنا فيكسد ده، بيبداوا يدخلوا بارامترز خارجيه. البارامترز الخارجيه دي هي بتبتدي ايه تخليه ريسبونسيف او متحرك، بيتحرك ريليتد لاي بارامتر خارجي مثل مثلا حركه الشمس الشيد والشادو،
ناس، فبيبدأوا يتعلموا بلوجنز على الجراسوفر زي الفاير فلاي بلوجن، بيتعلموا بقى اردوينو كيت ومايكرو كنترولر، بيتعلموا سنسورز وازاي يدخلوا السنسورز على الكمبيوتر، وازاي يبتدوا يعملوا سيموليشن للحركه جوه الكمبيوتر، ازاي اليونت دي هتفتح وتقفل او هتحصل لها روتيشن ريليتد للسنسور. وكمان تعلموا ديجيتال فابريكيشن عشان كان لازم يعملوا يونت حقيقيه فعليه تتحرك ريليتد لسنسور باستخدام موتور وجير وهكذا. فكل جروب من دول كان طلع ديفرنت برودكت مختلف عن الثاني، بس كلهم ليهم نفس الهدف ان هم يتعلموا كاينتيك ريسبونسيف ديزاين. كان ده الهدف بتاع 2015. كان في جزء كتير انفايرومنتال، واللي ساعدنا فيه كريس ماكاي ومونارز ساعتها في 2015. الاكزامبل الثاني 2017 نفس الثيم بس بجروبس تانية مختلفة ببرودكت تانية مختلفة. المرة دي كنا مركزين على فساد. كان في مبنى في جوه الكامبس جوه جامعة سابينزا، كانت كلها بقى معمولة يعني ايسيات، حط يعني تكييف 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 تكييف. احنا قلنا الهدف ان احنا الجروبس اللي هتيجي دي هتبتدي تصمم فساد جديدة، إليفيشن جديدة، سكين تتحط على المبنى كايناتيك عشان تخفف من استخدام الطاقة الداخلية، وبالتالي تقلل من استخدام الاي سي وتحقق راحة داخلية لليوزرز. فبدأوا برضو يتعلموا نفس الطريقة راينو جراسوفر از تول. وبعد كده اتقسموا جروبس، هو ارتورو هو بيشرح، اتقسموا بقى جروبس. كل جروب بدا جروب وورك بدا يشتغل يحاول يطلع افكار، وبعدين بيترجم الافكار دي للسيموليشن، وبعدين بيستخدم الاردوينو كيت والمايكرو كنترولر والسنسورز لحد ما بيوصل للفاينل برودكت. وكمان بيتعلم كمان ديجيتال فابريكيشن. اوكي، ده مثلا جروب من الجروبس بدا بقى يحاول اقلل بس الصوت شويه. بدأ يعمل الفساد وبدأ يعمل لها سيموليشن على الكمبيوتر وبدأ ينفذها فعلا بسكيل صغير، وبدأ خد وحدة واحدة بس من الوحدات اللي هتتعلق على الإليفيشنز، وبدأ يتحكم بيها باستخدام السنسورز. تمام، كل جروب كان مطلع برودكت توتالي مختلف عن التاني. يعني ده جروب تاني، كان كل جروب كان بيصمم طريقة حركة مختلفة عن الجروب الثاني بميكانيزم مختلف. اوكي، لحد ما وينفذ الميكانيزم ده بسكيل الحقيقي ويبدأ يتحكم فيه فعلا بسنسورز. تمام، ده كان في 2017. انا هسرعه بس شوية عشان الوقت. اوكي، بيتعلموا زي ما قلت لكم حاجات كتير، من ضمنها المايكرو كنترولر اللي هو الاردوينو والسنسورز. وكمان معانا كان في السنه دي باشمهندس احمد هنديه، وكمان مشهورين جدا دلوقتي في بارامترك ديزاين. اوكي، كل جروب كان بيصمم حركه مختلفه بيستخدم سنسور مختلف، فحصل انتر اكشن ما بين الجروبس وبعضها، وكله استفاد من بعض. يعني في النهايه حتى بعد ما كل جروب بيوصل للبرودكت، كل الجروبس بتعمل برزنتيشن قدام كل الجروبس، فبيحصل تبادل في الخبرات وتبادل في المعلومات. تمام، غير الاستفادة الثانية بقى اللي هي الهيدت، اللي انت بيبقى فيه تعرف مور كونكشنز، تعرف على جنسيات ثانية مختلفة وهكذا. اوكي، اخر حاجه عشان بس ما انا مش عايز اطول عليكم. نفس الثيم حبينا نكرره في القاهره واسكندريه، عملنا 2 وركشوبس ورا بعض، وكان معايا المهندس علي مجدي في الصيف اللي فات على طول. كمان كان نفس الثيم، كايناتيك فساد ديزاين، وتعلموا الجروبس اللي كانوا جايين كمان 10 ايام 5 و5 5 ايام الاولانيين ما بينهم طبعا ويك اند بريك. الخمس ايام الاولانيين بيتعلموا كل التولز
اللي بيقدروا يستخدموها، وبيتقسموا جروبس وبيعملوا مع بعض كومبيتيشنز كده، كل جروب بيطلع برودكت مختلف ويبدأ بقى ينفذه بقى بسكيل صغير ويبدأ يتحكم بيه بسنسورز. فكل الجروبس اتعلموا بيزك بارامتريك ديزاين، كايناتيك سيستم، اردوينو كنترولر، وسيموليشنز، وفابريكيشن، وتستنج، وبعدين بدأ طالع الفاينل برودكت. كان في القاهرة الهدف برج النيل، كنا عايزين كمان نعمل له نيو سكين، تمام، ريسبونسيف حواري. فطبعا كل جروب زي ما قلنا اتعلم السوفت ويرز وكل التولز اللي يقدر من خلالها. اتعلم كل التولز اللي يقدر من خلالها يطلع البرودكت بتاعه باستخدام الراينو والجراس هوبر. وبعدين اتقسموا طبعا جروبس من زي ما قلنا. انا هديكم بس اكزامبل لوان جروب، ده كان تصميم احد الجروبس وازاي بدأ يعمل له علاقة بينه وبين الشمس، تمام. وطلبنا بقى سيلف ليرنينج، بقى طلبنا كل جروب يبتدي يشوف الحركة اليونتس اللي هو حاططها على الفساد دي هتتحرك ازاي. فبدأ كلهم بقى كل جروب يتعلم ميكانيزم وميكانيكا وازاي الحركة دي تتعمل، وبعدين حولوا الحركة دي لسيموليشنز جوه الجراس هوبر كمان، وبعد كده اتحولت لفيزيكال موديل وبسنسورز، وبدأوا يحولوها من سيموليشن فيز ل ريال موديل بديجيتال فابريكيشن، وبدأوا يتحكموا فيه بسنسورز. وهسيبكم الفيديو ده بالظبط بالظبط 2 دقيقة، ده جروب منهم. طبعا عشان يحولوه الفيزيكال موديل كان فيه طبعا ايرورز كتيره، وبداوا يحلوا الايرورز دي لحد ما وصلوا للاوبتيمم سولوشن للحركه، وبدات تتحول من سيموليشن جوه البارامتريك ديزاين للبرودكت فعلي في الاخر، يعني يقدروا يتحكموا بيه بالسنسورز الاضاءه. ده كان جروب تاني كمان في نفس الوركشوب، كانوا شغالين اوريجامي، فكانت اليونت عندهم انسبايرد من الاوريجامي والورق بقى، وبداوا يجيبوا ورق، بداوا يعملوا اكسبيرمنت بالورق ويشوف، لحد ما اختاروا اليونت المعينه اللي بداوا يستخدموها على الاليفيشنز، وبداوا بعد كده يشوفوا الحركه هتتحرك ازاي. وكمان هسيبكم مع الفيديو، تمام. بداوا يعملوا لها سيموليشن جوه الجراس هوبر ازاي هتقفل وازاي هتفتح، وبعد كده حولوا الحركه دي لديجيتال موديل. قبل ما يحولوها لديجيتال موديل جربوا باستخدام السنسور الخارجي اللي هي الاضاءه ان هم يعملوا سيميليشن جوه السوفت وير للحركه، وبعد كده حاولوا يحولوها لميكانيزم باستخدام الاردوينو والموتور. بعد كده بداوا يابلاي الحركه دي على الفيزيكال موديل عشان يبتدوا يطلعوا من مرحله السيموليشن يكون فيزيكال، شيء مبني فعليا ويتحرك باستخدام السنسور. شايفين كل ما بتفتح، كل ما بنزود الاضاءه كل ما بيحصل اكشن، كل ما بنقلل الاضاءه كل ما بيحصل اكشن عكسي. بداوا يصمموا الحركه وبداوا يعملوا اكسبيرمنت كتير لحد ما وصلوا لاحسن حركه يقدروا يحركوها بيها باستخدام الجير موتورز وباستخدام الاردوينو كيت الاضاءه سنسور الاضاءه، لحد ما وصلوا للنهايه للبرودكت اللي بيتحرك اوتوماتيكالي باستخدام عن طريق تاثير الاضاءه. طبعا هم يعني
وصلوا للتصميم ده بأقل الإمكانيات، يعني مش لازم يكون في لاب وديجيتال فابريكيشن لاب وما اعرفش ايه، لا هم بايديهم بالورقه والقلم والمقص، وعارفين حاجات اللي هي الدبابيس والحاجات دي كلها، هم اللي عملوا الفيزيكال موديل من غير ما استخدموا ولا ديجيتال تول ابدا. لكن كل الديجيتال تول اللي استخدموه هو الاردوينو والسنسورز والموتورز عشان يقدروا يحركوا الموديل دي. فبالامكانيات اللي موجوده نقدر نطلع فاينل برودكت. تمام. اخر واحد ده بقى نموذج من كان نفس الورك شوب بس اللي اتعملت في اسكندريه، ده نموذج واحد بس. انا كنت اتمنى اعرض لكم كل النماذج ولكن فعلا الوقت مش هيسمح. ده كمان اشتغل اوريجامي بس كان الهدف منه ان هو يعمل باص ستيشن شيدنج. الشيدنج ده بينتر اكت مع الانفايرمنت الخارجي، فبدا يشتغل على الشيد كلها على بعضها باستخدام الاوريجامي، مش بس مش وحده وبتتكرر. فبرضو اسيبكم مع الفيديو ازاي بدأ هو من الموديل لحد ما وصله لشيء فيزيكال فعلا بيتحرك باستخدام السنسور. بعد ما خلص بقى كل التصميم وصمم بقى الشكل وطريقة الحركة بتاعته وكل حاجة، بدأ بقى ايه الجروب ده، يعني مش شخص هو جروب، بدأ الجروب ده يشوف ازاي يحول الحركة دي الكود باستخدام الاردوينو والجراسوبر بلوجين اللي هو الفاير فلاي بلوجين، وبعدين ازاي يحولوهم لحركة فيزيكالي، وبعدين اكسبورت الكود للاردوينو. بدأ فعلا يتحرك، تحول من سيموليشن لفيزيكال موديل بيتحرك باستخدام سنسور الاضاءه. ده كان الفاينل برودكت للجروب. انا كده تقريبا خلصت الاكزامبلز، بس في النهايه از كونكلوجن، يعني لو انا مثلا ك بارتيسيبنتس او طالب عندي اختيار ما بين كورس ووركشوب، دي في الحالات العادية طبعا اللي هو ما فيش كورونا وكله تمام. ألو سامعين؟ ألو سامعين مع حضرتك مرة واحدة كده. المهم عايز conclusion، الفرق ما بين الوركشوبس والكورسز فعلا في كميه المعلومات اللي احنا بنتعلمها، وكميه بغض النظر ايه نوع الورك شوب اللي انت بتحضره، اي ورك شوب مش لازم بارامتر ديزاين، يعني مثلا لو عايز تتعلم اي حاجه، لو عايز تتعلم بيم مثلا بيلدينج انفورميشن موديلنج اي حاجه، طالما عندك فاينل برودكت وعندك هدف عايز توصل له فانت بتتعلم، او الانستراكتور اللي بيبقى معاك موجود في الورك شوب ده بيبتدي يعلمك تولز كتير مكمله للمين سوفت وير اللي بتقدر فيه في النهاية توصل للهدف ده. وعشان توصل للهدف لو انت لوحدك غير لما يكون معاك جروب وورك، فبالتالي هتتعلم ازاي تنتراكت مع الجروب وورك، وكمان لو كان الجروب وورك ما يعرفش بعضه بيبقى احسن بقى في تبادل خبرات، فهتلاقي الممبرز في الجروب وورك مختلفين في ليفل اوف اكنولج يعني، وبيعلموا بعض وبيسألوا بعض، وبعدين بيبقى لو في كمان اكسبيرمنت بيكون احسن، عشان التعليم عن طريق التراي والايرور بيبقى يعني بيترسخ في العقل اكتر من هو ان انت بس بتتلقى. حلو. وهو الموضوع ببساطه، يعني لو احنا اختصرناه عندنا تارجت وبيبقى في انستراكتور بيوجهك ان انت توصل للتارجت ده، فبيعلمك مين توتوريال، وكمان بيطلب منك وانت في الورك شوب تعمل ريسيرش
وتعمل سيلف ليرنينج، وهيطلع لك مشاكل عشان تبتدي تنفذ ده في الحقيقه. فبتتعلم بروبلم سولفينج، وبتتعلم جروب ورك، ازاي تتعامل مع الجروب، وازاي تقسم الادوار بينك وبين الجروب، وازاي تخلص في الوقت المحدد، وبالتالي بتتعلم كومبلمنتري تولز عشان تقدر توصل. في ساعات نفس ساعات الكورس، يعني لو 24 ساعه عشان تخلص الكورس، انت هتخلص الورك شوب كمان في 24 ساعه، بس بيكون فيري انتنسيف وفي وقت قليل. زي كده ان انت عندك مريض مثلا، عندك واحد بياخد كورس علاج، واحد بياخد حقنه، تمام؟ فهو الورك شوب بكل بساطه بيبقى عايزه عامله زي الحقنه، تاخد الحقنه بتخف على طول. يعني بص بكل بساطه من غير ما نعقد الموضوع، تمام؟ فكده ده الكونكلوجن. ايه هي يعني ميزات الورك شوب بغض النظر عن السبجكت هو ايه، وايه اللي بنتعلمه من الورك شوبس. وانا دلوقتي بشكركم على ان انا طولت عليكم، انا اسف، وبشكركم، ولو اي حد عنده اي سؤال اهلا وسهلا بكم. جزاكم الله كل خير يا دكتور، يعني محاضرة ممتعة واستفدنا وتعلمنا منها كتير جدا، وممكن يعني بين السطور كده اتعلمنا ان احنا يعني نذكر الناس اللي شغالين معانا او الناس اللي فريق العمل بكل خير. يعني حضرتك ما شاء الله يعني كل الفريق أثنيت عليه خيرا وربنا يجزيك كل خير. وانا مع يعني فكرة حلوه جدا موضوع الورك شوب ده، فعلا يعني الواحد هيهتم ان هو اي حاجه يتعلمها جديد يركز على موضوع الورك شوب ان شاء الله. طيب لو في اي حد عنده اي اسئله افتح المايك باذن الله. لو في اي حد عنده اي اسئله مع الدكتور، فهموا الحمد لله مش حد. هو صراحة كله محاضرة فهم، انا كده نفسي. يلا اتفضل. في واحد بيسأل لو عايزين نحضر ورشة مع حضرتك، ايه ازاي نقدر نحضر حاجة زي كده؟ طيب بص، هو وان شاء الله مع البشمهندس عمر اكيد اكيد ان شاء الله هيكون في تعاون نعمل ورشة، بس لما الظروف بتاعت الكورونا دي تخف شوية وكده. على فكرة احنا الالجوريثم عندها ويب سايت، يمكن هنا كان موجود لو انا رجعت لورا شوية، يبقى فيه كل الحاجات يعني. ارجع 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 ارجع، تقريبا موجود هنا تقريبا. ايوه هنا الويب سايت، www.archscorealgorithm.com، تمام؟ عليه كل الحاجات. يعني احنا الالجوريثم مش بتعمل بس ورك شوبس، يعني في بروجكت وفي مسابقات وفي جوائز وفي مشاريع فعليه وفي هوم بروجيات، يعني هتلاقي حاجات كتير. انت بس ادخل على الورك شوبس هتلاقي في كل الحاجات اللي هي بتنزل، الاعلانات بتنزل والكلام ده كله موجود فيها يعني. تمام. وكمان عن طريق ممكن الباشمهندس عمر يعني لو حابب، احنا ان شاء الله بس ننظم، ممكن ننظم ورشه يعني قريب جدا باذن الله. باذن الله يا دكتور، احنا اصلا عشان نطلع المحاضره دي لقينا في مواضيع كثيره جدا دكتور مصطفى ما شاء الله متالق فيها، وان هو مثلا ممكن يشرح مشروع من المشاريع اللي هو عملها زي المسجد في الامارات وهكذا، فان شاء الله من اخصب تخير او تحير، فربنا يجزيك كل ربنا خير. يخليك يا شيخ. انا حطيت الموقع اللي هو ارك الالجوريزم، وحطيت برضو التعريف بحضرتك اللي هو تمام بيتمين اكاديميك اند براكتس دكتور مصطفى. تمام وده تليفوناتي لو اي حد عايز اي حاجه، يعني انا عندي تليفوني الواتساب على اللي دكتور مصطفى معلش الصوت. الو. ايوه كده تمام. ايوه يا مهندس دكتور، جزاكم الله خير. بقول كمان اي حد محتاج اي حاجه، يعني انا سايب التليفون اهو موجود والايميل، وسواء ايميل على الجامعه او ايميل الشخصي، وتليفوني الواتساب يعني 0961711257 ده الواتساب، ومعايا دايما في لبنان. في التليفون التاني بتاع مصر موجود، بيبقى بس شغال لما اكون موجود في مصر. والموقع طبعا archscorealgorithm.com، يعني اهل اي حد محتاج اي حاجه اهلا وسهلا بيه طبعا. الله يكرمك يا دكتور. في حد بيسأل هل في برامج محددة مفيدة للربط مع الأداء الحراري داخل المباني؟ في طبعا برامج، في ديزاين بيلدر، في برامج كتير، في ديزاين بيلدر، في بازاري،
في كل بروجرام بتشتغل تحت امبريلا معينه. لو انت بتشتغل بارامتر ديزاين في بلجنز بتشتغل تربط ما بين الانفايرمنتال اوبتمايزيشن وانتر اناليسيس والموديلنج زي ليدي باج والهاني بي كانت قالت عليهم مهندسه منى قبل كده، زي ديفا والراين. في كتير يعني في كتير على حسب، في انفيمت كمان على حسب انت ايه نوع الاناليسيس اللي انت عايز تعملها. كل بروجرام شوي بيكون اوبتمايزد تايب معين، يعني مثلا اضاءه، مثلا الاضاءه بتكون ليدي باج وهاني بي. مثلا الثيرمال اناليسيس احسن تروح على ديزاين بيلدر. الويند سيموليشن والهواء وقوته وتاثيره على الانفيمت مثلا. فانت على حسب التوبك اللي انت محتاج تتعلمه بتتعلم السوفت وير. باشمهندس عماد بيقول انا استفدت من محاضرتك النهارده عشان بحث الماجستير في موضوع تطور التكنولوجيا. وفي بعض الاسئله يعني طيب في واحد بيقول انا شغال ديزاين بيلدر بس بتقابلنا مشاكل كتير. باشمهندس محمد، وفي مهندس خديجه بتقول عايز تسال حضرتك عن فعاليه الورش الاونلاين براماتيك ديزاين خاصه في مجال البراماتيك ديزاين موديلنج. تمام. طيب انا هقول الموديلنج الاول وبعدين اشوف اقول البارامتر. الموديلنج هو ورك شوب موديلنج اونلاين شويه قليل جدا، لان هو اونلاين احنا يعني دايما عشان نشتغل بارامتر ديزاين احنا محتاجين نعمل كورك شوب، قصدي مش ككورس، لازم كل الحاجات دي تتحقق. يعني تعلم تول، تعلم سكيلز، لازم يكون في جروب ورك، لازم يكون في تايم مانجمنت، لازم يكون في برودكت نهائي. اوكي، حتى لو البرودكت ده مش هيحصل له فابريكيشن في الحقيقه، لو كان بس بتعمل له مشروع، يعني لازم يكون في مشروع في الاخر عشان تقدر تتعلم بقى الايرور اللي بتطلع معاك في الموديلنج بتصلحها، عارف ازاي؟ ازاي تظهره، يعني ازاي يعني طريقه اظهار المشاريع باستخدام البارامتر ديزاين غير طريقه اظهار المشاريع باستخدام الموديلنج العادي. فلازم يكون برودكت. فنصيحه، لما بتلاقي في الاخر يعني لو في ورك شوب اونلاين هيبقى في برودكت في الاخر حتى لو مش هيحصل له فابريكيشن، ده اللي احنا بننصح بيه دايما، مش كورس. الكورس انت ممكن لو انت عندك يعني بنسميها احنا موهبه السيلف ليرنينج، انت ممكن توتوريالز، انت بس محتاج تاخد البيزكس في الـ في الـ في السوفت وير ده، بس البيزكس مع اي حد البيزكس، وبعدين انت ممكن تطور نفسك بنفسك من غير ما تاخد كورس بقى ادفانسد ومش عارف الترا ادفانسد ومش عارف ايه. لا يعني هون انت بس خد البيزكس لو عندك انت سيلف ليرنينج مليان توتوريال. يعني انت لو كتبت بس على جوجل التوبيك اللي انت عايز تتعلمه هتلاقي توتوريال على اليوتيوب بالهبل، يعني كتير كتير جدا جدا جدا. لكن ميزه الورك شوب زي ما قلت لك، لو لقينا في ورك شوب اونلاين لازم اقرا الكونتنت، ولو لقيت الاكسبكتد اوتكم او الفاينل اوتكم هيبقى في بروجكت، ده اللي انت تشترك فيه وتاخده، لان ده اللي فعلا هتتعلم منه حاجات كتير. زي ما قلنا تاني هتتعلم منه السوفت وير نفسه، لان انت لازم تشتغل على السوفت وير، بعدين هتتعلم ازاي تعمل مشروع، ازاي تفكر بالسوفت وير، لان طريقه التفكير بالسوفت وير مختلفه عن طريقه التفكير من غير السوفت وير. يعني بتفكر وبعدين تطبق، غير ان انت بتطبق وانت بتفكر في نفس الوقت. ازاي تظهر ده باستخدام سكيلز ثانيه مختلفه؟ هيطلع لك اكيد ايرور سواء في الموديلنج او في تجهيز الفايلز الفابريكيشن او وات ايفر. يعني هتبتدي تتعلم من الاخطاء، وازاي بقى ان الاستراكتور زي ما يكون معاك اونلاين يعلمك ازاي تتفادى الاخطاء. فده كله بيبقى ايه، بيبقى التعليم فيه اكتر وافيد من ان انت بتاخد ايه كورس. تمام، ده بالنسبه للاولاني. بالنسبه للتاني، انا الحقيقه مش خبره في الديزاين بيلدر، يعني انا مش هضحك عليك يعني، وكمان مش خبره قوي في انفيرومنتال. انا عشان بس بشتغل بارامتر ديزاين بقدر اشتغل على البلاجنز اللي بتنزل على بارامتر ديزاين. فانا دلوقتي بعرف اشتغل على البلاجنز زي ديفا وزي الليدي باج والهاني بي اللي بتعمل انفيرومنتال اناليسيس. تمام، فانت وانس ان انت بس يكون عندك الايه البيزك نوليدج للسوفت وير البارامتر، هتقدر تستخدم اي بلجن تاني بيعمل اي حاجه تانية. لو عايز تشتغل ستراكشر اناليسيس هتقدر تشوف البلجن نزله
وتفهم، تشوف توتوريالز فيه وخلاص تبتدي تتعلمه. لكن لو انت ما عندكش البيزكس، ما عندكش الايه بنسميها احنا الاساس الفاونديشن، فما عندكش انت الفاونديشن، مش هتقدر تطلع بالكولومز بقى، ومش هتقدر تطلع، مش هتقدر تعمل سلابس، مش هتقدر تقفل الحيطان. فانت لازم تبقى عندك الايه الاساس. بعدين كل توبيك بيبقى له البلجن بتاعه اللي بتنزله وبتبتدي تتعلمه، وطالما عندك الاساس خلاص. فهو ميزه البارامتر ديزاين ان هو بتقدر انت تشتغل بيه، تتفرع منه. يعني تقدر مثلا لو عايز تشتغل ستراكشر اناليسيس تقدر تنزل البلجنز، لو عايز تشتغل انفيرومنتال اناليسيس تقدر تنزل البلجنز بتاعت الانفيرومنتال اناليسيس، لو عايز تشتغل كايناتيك تنزل البلجنز زي الفاير فلاي بلجن، لو عايز تشتغل تربط ما بين الواقع الفعلي والفيزيكال موديل، الفيزيكال انفايرمنت والديجيتال انفايرمنت، فبتشتغل حاجات. يعني عايز مثلا ايه تنسباير مثلا موديلنج من الكاميرا مثلا او من الصوت مثلا، وتعمل لك موديلنج، فبتنزل بلجنز بتعمل الكلام ده كله. عايز تكنترول اوبجكتس عندك في البيت، ابواب تفتح لوحدها وتقفل، موبايل تكونكته مع الكمبيوتر عشان تعمل حاجه. بص كل حاجه ليها الموديل بتاعها، ليها البلجن بتاعها اللي بينزل على البارامتر ديزاين. فهو بيتفرع جدا جدا جدا، فانت بتشوف التوبيك هو ايه، تنزل البلجن بتاعه وتتعلمه، فبالتالي بتعرف تنطلق فيه. يعني تمام. طب في سؤال، البداية تكون بأي برنامج؟ البداية لو واحد عايز يبدأ، أي برنامج ممكن يكون مفيد ليه؟ بص، احنا البداية ما ينفعش نبدأ ببرنامج، احنا نبدأ بهدف. اوكي، هنشوف بقى ايه البروجرامز اللي تحقق لي هذا الهدف ده وابتدي اتعلمها معايا. يعني لو انا هدفي ابقى كويس جدا في الاظهار، في الريندرينج يعني، او في البوست برودكشن، يعني عايز بقى ايه حد يكون عامل موديل بس عايز بقى ايه اديله ماتيريال واضاءه، ابقى متفوق في الحته دي، يبقى الهدف بتاعي الحته دي، فبعرف ايه البروجرامز اللي بتروح للحته دي وبتعلمها. انا هدفي عايز اشتغل كايناتيك سيستم واروح ناحيه الريسبونسيف ديزاين بقى، واصمم اليفيشنز وفاسادز وشيدنج ديفايسز تتحرك ريليتد للشمس مثلا، فهشوف ايه السوفت ويرز اللي هتساعدني واروح اتعلمها عشان الهدف ده. فمفيش حاجه اسمها ابدا باي بروجرام، لا، ابدا باي هدف. انت حابب ايه؟ انت عايز تتعلم ايه؟ ممكن واحد هدفه فيجواليزيشن بس، زي باشمهندس عبد الرحمن يعني اللي كان معانا في الجوريزم، ايفالويشن فيجواليزيشن بس، عايز يعمل موفيز، عايز يبتدي يشرح مشروعه مثلا باستخدام الجرافس والانفوجرافس، وازاي يعمل بنسميها دايجرامز، ازاي يعمل يعني يشرح المشروع بدايجرامز، فهيشوف بقى ايه السوفت ويرز والتولز اللي توديه ناحيه الدايجرامز ويتعلمها كويس ويبتدي يتعلمها. فمش صح نقول ابدا باي برنامج، هو الصح ان انت تعرف ايه الهدف اللي عندك وتسعى له بكل السكيلز الممكنه اللي تقدر تتعلمها. تمام؟ تمام. طيب، في برضه سؤال، انا مهندس ميكانيكي، ازاي اطور التكنولوجيا دي في شغلي خاصه مجال الصيانه؟ ممكن السؤال تاني بس ما سمعتوش. هو مهندس ميكانيكا وعايز يطور التكنولوجيا ديت اللي هي البرامتر ديزاين في مجال الصيانه. في مجال الصيانة هنصحك نصيحة بكل بساطة، شوف انت ايه التوبك بالظبط بتاع الصيانة اللي انت عايز تدخل فيه. صيانة في ايه بالظبط؟ هل صيانة ميكانيكا صح؟ صيانة في سيارات، صيانة معرفش في حاجات تبع العمارة بنفسها بتتحرك، ميكانيزم لحركة الأبواب والشبابيك مثلا، وانت بتدخل المطار بيفتح الباب اوتوماتيك، بتبعد عن المطار بيقفل اوتوماتيك، يعني ايه التوبيك نفسه؟ هتكتب التوبيك ده وبعدين تعمل بلس جراسوفر 3 دي، اوكي، بلس بارامتريك على جوجل، هيبتدي بقى يطلع لك هو توتوريالز واكزامبلز وسوفت ويرز تقدر تمشي بيها عشان ايه، عشان توصل للي، لان في كتير اكزامبل. يعني انا مش هقدر اقول لك مثلا اتعلم البروجرام الفلاني او خد الفلاني مع الفلاني، لا بالعكس بالعكس، انت ممكن يكون الباك جراوند بتاعتك اصلا باك جراوند بيم بيلدينج انفورميشن موديل، ممكن حد تاني يكون الباك جراوند بتاعته بارامتر براين وجراسوب، ممكن حد يكون ما اشتغلش لا ده ولا ده اصلا ولسه الباك جراوند بتاعته كاد دروينج، ممكن يكون واحد مش ما اشتغلش خالص، ممكن يشتغل مات لاب الباك، يعني كل واحد ليه باك جراوند معينه، فما نقدرش نقول له لا روح على السكه دي، لا هو على نفس الباك جراوند هتلاقي اللي يساعدك ان انت تتحكم
حقق لي. حد تاني؟ سؤال تاني؟ جزاكم الله خير على المحاضرة الجميلة ديت.